خلينا ناكل المدينة. غمسها كده في الزبادي. غمسها في مرقتها. ايوه لا 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 لا. بس ايش في قلبك؟ في قلبك زيت زيتون طماطم يبغى يدبل. هنا معجون البهارات السبعة، فيلو البصل، معجون الطماطم والبهارات السبعة وكل حاجة انت ممكن تحتاجها. بقدونس، صلي على النبي، شوية ملح، يلا قلب يا سيدي، نعناع، حامض الليمون، قفل النار وننزل الرز المصري المنقوع، بصل مسلوق، هنا البصلة نعطيها شرخة بالطريقة هذه، طلع كذا ورق البصل، حط الحشوة ملعقتين ويلا لفها يا جميل مع اخواتها على الطرف. حضر الصوص، حط باقي المعجون، عصير ليمون، فلفل اسود، وصلي على النبي وملح. الان نحط الفرشة اول حاجة كذا، تمام، بالعكس فلفل حار، هننيمها، حط المتينة دي في النص ولف عليها اخواتها. الان مكيجها بالمرقة، مغطيها قصطير على الفرن يستوي. وهذه هي بعد ما استوت، هنا طشة زيت زيتون مع سماق، واو، وزين الحلوة، أصفريكة لون الحلوة، محشي بصل.